في 2 ديسمبر عام 1971 رفع علم الاتحاد إذانا بميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستقلة موحدة ذات سيادة تضم 7 إمارات هي أبوظبي، دبي، أم القوين، الشارقة، الفجيرة، عجمان ورأس الخيمة. وفي نفس اليوم صدر القرار الاتحادي رقم 1 لسنة 1971 من المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة بانتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رئيساً للدولة لمدة 5 سنوات ميلادية، وانتخاب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس لنفس المدة. كما صدر بنفس اليوم القرار الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بتولي رئيس الدولة ونائبه أعباء منصبيهما اعتباراً من تاريخه، بعد أن أدى كل منهما اليمين المنصوص عليها في المادة رقم 52 من الدستور. وصدر في نفس اليوم القرار الاتحادي رقم 3 لسنة 1971 بمادة وحيدة، وهي الموافقة على تعيين صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيساً لمجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة. وفي نفس اليوم أيضاً صدر أول مرسوم اتحادي رقم 1 لسنة 1971 من رئيس الدولة بتعيين صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيساً لمجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة وتكليفه بتشكيل أول مجلس وزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما صدر المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بتعيين أول مجلس وزراء للدولة متضمناً نائباً لرئيس مجلس الوزراء و17 وزيراً، ليكون أول مجلس وزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة على النحو التالي: سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس الوزراء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائماً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية والاقتصاد والصناعة، الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وزيراً للداخلية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزيراً للدفاع، معالي أحمد خليفة السويدي وزير الخارجية، الشيخ سلطان بن أحمد المعلى وزير الصحة، الشيخ محمد بن سلطان القاسمي وزيراً للأشغال العامة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وزيراً للتربية والتعليم، الشيخ عبد العزيز بن راشد النعيمي وزيراً للمواصلات، الشيخ حمد بن محمد الشرقي وزيراً للزراعة والثروة السمكية، معالي الشيخ أحمد بن حامد وزيراً للإعلام، معالي أحمد بن سلطان بن سليم وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية، معالي محمد سعيد الملا وزير الدولة لشؤون الاتحاد والخليج ووزير الكهرباء بالوكالة، معالي محمد خليفة الكندي وزير التخطيط ووزير الإسكان بالوكالة، معالي محمد حبروش السويدي وزير الدولة ووزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى، معالي عتيبة بن عبد الله العتيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، معالي عبد الله بن عمران تريم وزير العدل، معالي راشد بن حميد وزيراً للشباب والرياضة، معالي ثاني بن عيسى حارب وزير العمل والشؤون الاجتماعية. أنا اللي أرجوه من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وأن يكون رئيس الوزراء الشيخ مكتوم راضي عن الصغير منكم والكبير، أنه هو الذي مسؤول عنكم، لأنه هو اللي لخص وجد مؤخر فيكم وفي كيانكم. فالمرجو منكم أنكم ما تخلون في ربعة من هذه الربع الذي اعتمد عليها رئيس الوزراء وأنا كذلك، أنكم تخلون هذه القواعد اللي في هذه الربع وفي هذه الجوانب تخلونها قوية قوية، مدي عملها بنشاط وبكفاءة. فهذا اللي أنا أرجوه منكم، وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وأن يكون إن شاء الله رئيس الوزراء راضي وفرحان وأنا كذلك فرحان عن عملكم اليوم وعن عملكم في السنوات اللي بتكونون متحملين هذه المسؤولية.